اوكي اند جيت وبعد هيك مو الاند جيت لو كان مش قد بعض ممكن يطلع كمان واحد. الاند جيت يعني لو انت عملت اند مو مش بت بت هذول يعني مجموعة بت، يعني عندي رقم 20 والرقم يعني ار مثلا 1 فيها 20 وعندك فيها 30، المفروض يطلعوا مش واحد صح؟ مش قد بعض. كيف بعرف؟ ميكس نور ممكن بس لا اعتقد انك بتحط اكس نور اسهل من هيك، اسهل من هيك بكثير. اسهل اشي تعرف رقمين قد بعض ايش هو؟ واي فلاج بيساعدني في الموضوع هذا؟ ترحم 100% ترحم، والزيرو فلاج 100% ترحم وشوف الزيرو فلاج. إذا طرحتهم كانوا قد بعض الزيرو فلاج كم بيطلع؟ واحد 100%. هذا هو الفكرة هون، إنه أنا لو بدي أنا أشوف مثلا مثلا طبعا هون في عندنا أكثر من نوع من الجامب، هذا شوفهم في الأول. في جامب اللي هي برانش، برانش ايكوال، برانش ايكوال يعني اذا ايكوال بتكون تعامل عامل طرح قبلهم، فبتفرج حالتها على ايش؟ على الزيرو فلاج. اذا الزيرو فلاج واحد معناته هم قد بعض، يعني برانش ايكوال انه بتفرج على الزيرو فلاج، نوت ايكوال الزيرو فلاج لازم يكون واحد. هلا الكاري سيت والكاري كلير هذول بس احنا عاده بنستعملهم مش في نوت ايكوال كاري سيت كاري كلير same or higher lower. فخلينا نشوف الاشياء اللي بتلزمنا. بتلزمنا اللي هي جنب العاديه، الجنب العاديه الجنب العاديه حقيقه هي بدون اي كونديشن تعمل جنب بدون اي كونديشن، هاي ان كونديشنال. في الار جنب برضو هاي اصغر بتروح بس ل بلس ماينس 2 كي، يعني تبعد عن المحل اللي انت فيه بس 2000 بايت. في الكومبير كومبير عادي ريجستر مع ريجستر او كومبير ايميديت ريجستر مع رقم ايميديت. في برانش ايكوال وبرانش نوت ايكوال، وفي سيم اور هاير وفي جريتر اور هاير. هلا سيم اور هاير وفي عندنا جريتر اور ايكوال، شو رايكم؟ لو حكيت لكم الرقم انه اكبر رقم 5 ولا رقم اف اف، شو رايكم مين اكبر كدول رقمين؟ مين اكبر؟ هذا لو كان ايش اف اف، هذا اف ان سايند اف اف اكبر من 5 صح؟ بس اذا سايند اف سايند الاف اف شو بتساوي؟ هاي 8 بت طبعا بحكي هون، طبعا بحكي عن 8 بت. الاف اف كم هذه بالانسايند بالسايند؟ عملتوش كومبلمنت او شيء. اف اف هاي سالب ولا موجب؟ اذا سايند سالب ولا موجب؟ سالب. كم قيمتها؟ ناقص واحد، هذه ناقص واحد. عشان هيك اف سايند الخمسه اكبر من الاف اف، خمسه اكبر من ناقص واحد.
ففي عندنا instructions بتكون branch لل نسميها same or higher، هاي مثلا أو lower، هدول بيحكي عن ال unsigned وال greater وال less، بنحكي عن ال signed. هات لنشوف، بدي أعمل هاي if r 17 بيساوي 2 r 18 بيساوي 0 else r 18 بيساوي 1. كيف ممكن أعملها؟ compare immediate r 17 مع 2. هلا branch not equal، إذا مش قد بعض بروح على ال else وبحط في ال r 18 1. هلا إذا equal بنفتش هاي ال instruction وبحط في ال r 18 0، بعدين بيعمل جمب على الاي بوينت، والاي بوينت اللي هي هاي بعدها الاند بوينت. هذول كل الكلمات اللي عندنا يعني بسميهم اي شيء بدك اياه، يعني else بوينت واي بوينت وهذول كله ليبلز نسميهم، هذول من عندنا يعني اي اسم بدك اياه، بس حطوا اللي هو معنى احسن. ف واضح كيف اشتغلت هاي branch not equal else بوينت، فبروح على الelse بوينت اذا not equal. هلا اذا equal بنفذ هاي المباشره. طبعا لو سالتكم ليش في عندي هاي الجامب، هاي اند كونديشن، هاي راح تتنفذ، هاي الجامب راح تتنفذ بكل الحالات اذا وصلت هون. ليش هاي السكشن مهمه هون؟ شو رأيك وليش هاي مهمة؟ هلا لو شلت أنا هذه، لو شلت هاي الانستركشن ما عملتش الجامب هاي، بعد ما أحط في الـ R 18 صفر شو لازم أحط بعدها كمان؟ بدون هاي الانستركشن شو دائما بعدها في الآخر هون شو هيطلع دائما الـ R 18 شو فيها؟ دائما هيطلع فيها واحد، لأنه حتى لو حط صفر هون برجع بحط فيها واحد، فعشان ما يحطش واحد بعد ما حط صفر بخليه ينط عن هاي المنطقة. واضح الفكرة؟ عشان نشوفها واضحة ولا مش واضحة خلينا نجرب هون. هاي داتا معرفة بايت R17 فيها 2 logical shift R17، كم فيها R17 بالinstruction هاي؟ كم هون في الinstruction هاي R17 فيها؟ بعدها يعني بعد أول وحدة بحط في R17 قد إيه؟ 2، بس هاي بصير فيها 4. ليش 4؟ لأنه logical shift left يعني أعمل shift للتنين بصير 4. واضح ليش؟ هلأ compare R17 4 compare immediate، هل ال R17 فيها 4 ولا لا؟ هلأ بعد هيك branch not equal لل else point، هل راح ينفذ هاي ولا مش راح ينفذ هاي؟ هل هي not equal ويروح على else point على هاي، ولا هي equal وراح ينفذ اللي هون؟ فشو راح يطبع على الشاشة هون؟ لا مش أربعة، راح ينطبع على الشاشة. كم فيها الداتا؟ فيها في الـ R 18 مش الـ R 17. R 18 شو فيها؟ خمسين. يعني لو أجي أنفذ هاي
تنكر كاد سيركت أنا جبت اليوم تنكر كود. فلو بدي أجي أنفذ هاي بكتب إيش؟ 50. واضح ليش كتب 50 شباب؟ واضح ليش كتب 50 بهذا الكود؟ اوكي هلا نعمل وايل لوب مثلا وايل ار 70 اقل من 20 اعمل انكريمنت ار 70 وايل بسميها اسم وايل مثلا اي اسم بدي اياه حقا كومبير ايميديت ار 70 مع ال 20 برانش جريتر اور ايكوال للاند فعدا هيك بعمل انكريمنت لل R17 اللي هي بلس بلس هذه برجع بعمل جامب على الواي كمرة بدي اعمل انا وايل لوب بكتب مثلا كلمة وايل بعمل كومبير الجريتر ايكوال هي عكس هاي بروح على الاند يعني اذا مش جريتر ايكوال بدي اخلص منها هلا عادة هيك بدخل بعمل الانستركشن اللي جوا الواي اللي هي increment R17 هاي بتوقع منها المرة الماضية كم هون راح يطلع على الشاشة كم راح ينطبع على الشاشة هون R16 فيها 4 increment R16 فيها 5 increment add load immediate 17 9 add R16 R17 9 زائد 5 14 المفروض يطبع هون ايش الداتا شو فيها يكون رقم ايش المفروض 14 كم مرة load immediate r16 4 كم فيه r16 يا جماعة وين رحتوا؟ بس في تنكر كاد اهو سوري مبينة هذه اوكي R16 load R16 4 load increment R16 load immediate R17 9 و add R16 R17 و set R16 في الداتا print data بالضبط اللي هو كم راح يطبع 14 102 هاي بقدر اجمع فيها اللي عملناها قبل شوي اللي هي الفكره اللي حكيت لكم عنها كيف الواحد بيستعمل الكاري وين رحنا هاي كيف انا مجمع ممكن اجمع 1 2 3 4 مع اي بي سي دي بجمع واحد اثنين ثلاثة أربعة هون مثلا اف اي هي ايش تاني هون اف بي 0 اي فبجمع الار 16 مع الار 18 يعني مع الاف
34 مع الاف بي، بعدين 17 اللي هي 1 2 مع 19 اللي هي 0 a. واستعمل طبعا الاد والكاري. هات نشوف هون شو نسوي هلا. لود ايميديت ار 18 5، لود ايميديت ار 16 0 اكس 10، اد ار 16 ار 18. كم في الار 16 هلا؟ هات نشوف كم في الـ R16؟ تفرج على الـ 0X اللي هون، كم في الـ R16؟ كم هون بالـ R16؟ لا، بعد ما أجمعها، يعني قصدي بعد ما أجمعها، لا، مش F. مش 15 بإيش؟ 15 صح، بس بإيش؟ لازم تحط قبل 15 إيش؟ 0x. يعني بالديسمال كم بيطلع؟ يعني هاي لو أطبعها على الشاشة شو هشوف على الشاشة؟ لا، 0x 15، شو هذا الرقم؟ مظبوط، 21. هذا الرقم 21، يعني لو أطبع هون بالديسمال راح يطبع 21. كم مرة ال 0x 10؟ هي مش 10، هاي 16 زائد 5 21، فراح يطلع 21. هلا بدي أحط هاي ال 21 في الستاك وارجع أطولها من الستاك. ليش؟ عشان إذا تغيرت عليها هون الداتا، إذا تغير إشي بالداتا ما يغيرش على الـ R18. يعني R 18 إذا هان صار قيمتها 5 مثلا، هون بضلها 21، فلما أجي أعمل بوب لك إياها 21، أو بلك إياها 21. لا مش 21، شو بلك إياها؟ R 18 كم فيها؟ فيها 5، فيها 5. فهون لو صارت مثلا رقم 3 بضلها 5، بضلها 5. decrement r 18 سي 4، compare r 18 مع الزيرو، هل بتساوي الزيرو ولا لا؟ branch not equal ل L1، برجع على L1 ولا لا؟ هل هي not equal ولا مش not equal؟ هل الجوة 18 بيساوي الصفر ولا لا؟ compare الـ R18 مع الصفر، هل يساوي ولا لا؟ معناته not equal هي، صح؟ معناته برجع على L1. وين ترجعش لما في R18 كان فيها صفر؟ طبعا قبلها بتكون واحد عشان تصير صفر، يعني R18 بتكون هون واحد، وعم هدك من تصير صفر not equal لا، فبرجعش على L1. هلا بدي حدا يحكي لي طبع أول مرة 21، شو الرقم اللي بعده راح يطبعه؟ هلا بدي أحكي عن البوب، خليني أحكي عن البوب والبوش بس عشان تغيش على الآر 18، هلا بدي أحكي عنها. أول رقم 21 لوين راح يضل يطبع؟ 21 شو الرقم اللي بعده راح يطبعه؟ هو مش اللي في 18 راح يطبعه بالضبط، 20 لو انت مش الار 18، الار 18 بتساوي صفر، مش ال 18 بتساوي صفر. فالار 18 كان فيها في الاصل 5، عملنا لها هاي بتلزمش حقيقة، مش عارف ليش بالسيريال كنت عامل
لا لا، هاي موجودة عشان السيريال، انا استعمل السيريال عشان اطبع على اطبع على المونيتور، على السيريال مونيتور. اوكي، هذا شوية بدي احكي لكم عن البوش والبوب، شو قصتهم هدول. لود ايميديات ار، او شيء متذكرين الستاك؟ حكيت لكم مرة شوي عن الستاك، متذكرين؟ إنه هو إشي يا دكتور بتركب الكوماندز فوق بعض، بالضبط، ايوه الكوماندز بتتغير حسب كيف ببلش. 100%. الستاك اذا حطيت انا بوش خمسة، بوش مثلا 17، وحكيت بوب ار 1، شو ار 1 بيطلع قيمتها؟ كم بيطلع ار 1؟ 17، 100%، اللي هي آخر قيمة أنا عملتها بوش، صح؟ بوب ار 2، ار 2 شو كيف يطلع فيها؟ 5، 100%. هلا هنعمل لود ايميديت ار 18 مثلا 6، بوش ار 18، هلا لود ايميديت ار 18 2، بوب ار 18، كم في الار 18؟ ار 18 كم فيها؟ 2 ولا 6؟ هلا هي هاي السؤال، 2 ولا 6؟ هلا هو صحيح حطينا فيها 18، حطينا فيها 2، 100% هذا الحكي، بس احنا حطينا اخر مره حطينا في الستاك، شو حطينا اخر رقم في الستاك؟ اخر رقم حطينا في الستاك ايش؟ 6. فلما عملت انا بوب، شو رجع على ار 18؟ هاي ار 18 مساوي 6، صح؟ الستاك شو فيها صار؟ نفس الستاك مثلا، هون الستاك صار فيها الرقم ايش؟ 6. هلا هون ار 18 صار فيها، ار 18 صار فيها 2. هلا هون ار 18 وين بتجيب قيمتها؟ بالستاك، وشو في بالستاك في اخر اشي؟ 6. فهون ار 18 6، يعني هون ار 18 بتساوي ايش؟ 6. كمان مثال نعمل، لود ايميديت ار 17 8، لود ايميديت ار 16 12، اد ار 17 بوش، خلينا نعمل هون بوش، ار 16 بوب ار 16، كم في الار 16؟ هلا احنا حاطين فيها هنا 12، وعندنا يعني لما عملت انا بوب شو كان في الار 16؟ 12. هلا هون كم قيمة الار 16؟ هاي ار 16 بصير قيمتها كم؟ 20. بس هون
آر 16 بصير بتتراكمتها 12. يعني هيك إذا في عندي مثلا function بعدل على قيمة الريجستر وأنا محتاجه هذا بعد ما أرجع من الفانكشن هذا أنا محتاج لقيمة الريجستر هذا بعمل له بوش على الستاك وبعدين برجع بطوله. فلما عملنا هون هلا في الانستراك هاي البرنت ال ان بستعمل ريجسترز كلهم بلوز، وانا الريجستر اللي محتاجه هو ار 18 لاني لما ارجع من هون من البرانش لما ارجع عليه هون بدي ارجع الاقي الار 18 فيها نعملها ديكريمنت، مش بدي ارجع الاقي فيها رقم يعني مش معروف. يعني بكون انا بلشت في 5 عملت ديكريمنت 4 بعدين بعمل ديكريمنت بصير 3 2 1. فهاي البوش للار 18 خلتني لما حتى لو تغير هون الار 18 لما رجعت هون الكيتو فيه اول مره الكيتو طبعا ايش فيه بهون اول مره بكون فيه 5 فهون بلاقي فيها 5. ثاني مره الار 18 كم بكون قيمتها هون؟ هون كم صارت الار 18 اول مره لما عملت ديكريمنت 4. فلما عملت لها بوش ثاني مره كيف بكون؟ 4. لما طولها هون بصير 4 بعملها ديكريمنت شو بتصير؟ 3. برجع هون بعملها بوش للثلاث الستاك بعدين برجع بطولها بصير 2 بعملها بوش على الستاك بطولها بكون 2 بعملها ديكريمنت بصير 1 1. هلا حد بدي حدا يحكي لي شو الاوتبوت راح يطلع على السكرين قبل ما اعمل كوبي على التينكر كاد؟ شو الاوتبوت على السكرين؟ شو رايكم؟ انتوا شايفين التينكر كاد؟ لا. اوكي. طب بدي حدا يحكي لنا الاوتبوت شو متوقعين الاوتبوت؟ اول رقم هو 21. ابراهيم قربت. هل مريض. يعني اخر واحد هو 117. ليش؟ لان اخر واحد بكون هون بكون في رقم واحد، بكون رقم واحد بجمعه مع ال 16 اللي هي 0x10 بصير 17. بطبع ال 17 بتكون هان واحد، بعملها ديكريمنت بصير صفر. صح، لما اعمل ديكريمنت بصير صفر. كومبير مع صفر، صفر نوت ايكوال، لا مش نوت ايكوال، فبطلع منها. فآخر رقم راح يطبعه هو 17 المفروض نعمل 21 20 19 18 17. واضحة؟ واضح شباب؟ ما عرفتش اركز في الطويله، انا فهمت اللي قبل بس هي طويله هيك شوي، ما هلا عارف هي بس تطبع يعني في النص ولا اخر شيء بتطبع؟ هي بتطبع هاي، بس المشكله ان انا عامل يعني عامل لوب، شايف اللوب هاي برانش نوت ايكوال ل1، هاي انستركشن زي جمب ترجعك على المكان اللي حاطه هون، حاط انا كلمه ال1 هون فبروح على ال1، يعني سميه اي اسم بدك اياه. هلا بالاول خلينا نشوف خطوه خطوه. بالاول ار 18 فيها 5 صح، وار 16 فيها رقم 10 بالهكسا اللي هو رقم 16 بالديسيمال حقيقه، رقم 16 بالديسيمال. لما اجي اجمع اد ار 1 مع ار 18 5 زائد 16 هي 21. يعني إذا أنا طبعت هون بالهكسا راح يعني لو أكتب هون هات نشوف، لو أكتب هون هكس شو تتوقعين يطبع؟ شو أول رقم راح يطبعه؟ هاي هكسا
واحد صفر بالهكسات زائد خمسة. خلينا نشوف، نعمل أكلية في الأول، راح يطلع 15 بعدين 14 بعدين 13 بعدين 12 بعدين 11. ليش؟ لأنه هذا هو هكس أنا حاطه 0x، معناته هذا مش رقم 10، هذا رقم 16، لأنه هذا 0 ضرب 16 قوة 0 زائد 1 ضرب 16 قوة 1، فهي 16، هذا رقم 16. فلما أجمع له أول مرة 5 بيطلع رقم 15 بالهكسة أو 21 بالديسمال. هلا طبعا بحطه في الديت عشان اطبع الديت عشان اوصلها باستعمال انستراكشن اسمه برنت ال ان. هلا بعمل له بوش لان هاي السيريال هاي راح تتغير على كل ريجسترز غالبا، فانا مش ضامن، فانا وبدي انا ار 18، فبعملها بوش على الستاك وبرجع بطولها بعد ما خلصت من هون. فاذا انا كنت حاطها اول مره 5 برجع لك اياها 5. بعدين بعمل ديكريمنت للار 18 اللي هي 5 بس 4، بعمل كومبير مع الصفر، هل هي صارت صفر؟ لا، اول مره بتكون لا، برجع هون كم برجع طبعا هون مش على هاي، لان طبعا اذا رجعته انا على هاي عمره بخلص. لو انا رجعته على لو ال1 هون ضل يعيد، شو يطبع؟ نفس 21 أو 15 بالهكسة 100%. فهون أنا مرجع تحتها عشان لما عملتها ديكريمنت تسيمها ما عملها ديكريمنت، يعني صارت هكت 14 4، فصارت 4 ال 18 بجمعها مع ال 16 اللي هي نفسها عملتها لود أنا هون، فما غيرتش عليها شيء، فهي 16 زائد 4 بصير 20 تنطبع، بعدين بصير 19 18 17. عندي 17 بتكون الار 18 واحد، بتوقف لان الار 18 اذا كانت واحد بعملها ديكريمنت بتصير صفر، كومبير مع الصفر بتطلع نوت ايكوال، لا مش نوت ايكوال، هي ايكوال، فما بتطلعش برجعش يعني على ال1. تمام اوكي شباب، المره الجايه بنكمل، بس بدي جودة يضل موجود. أغلبكم اكتبوا الأرقام كل جمعية كم تطلعوا. جودة دكتور في مجال تفتح الكاميرا شوي صعب ضروري. لا طيب بدي منك تعمل لي، شفت الأمثلة في التايمر في الآخر، بدي التايمر في الآخر لما استعملنا الأوفر فلو وال والسي تي سي عند الواتش دوغ، عند الواتش دوغ قبل الواتش دوغ قبله مباشره، فبدي تعمل لي فانكشن يعمل بلينكينج كل 10 مايكرو سكند باستعمال التايمرز والريجسترز 10 ملي. طيب كود ولا اعطيك طريقه الحل؟ بدي الكود. كل 10 ملي، كل 10 ملي سكند يعمل بلينكينج البري سكيل اللي بدك اياه، انت اختار المناسب. كل 10 ثواني بس. عشرة ملي، عشرة ملي
يلا ثواني واحد، انشر هاي البي دي اف. أنا طبعا نزلت على الأردوينو اي دي اي. اللي بدك اعمله اردوينو اي دي اي، بدك تعمله عادي زي ما بدك. بيلزمك طريقة الحال. بدي فرجيني خطوة خطوة. طب هلا ببعث لك الكود بس بدي اسويه. تكتبها لا بدي تكتبها ورقة، ولا كيف حليته ابعث لي على الشات هون. بدي اعطيك كمان 7 دقائق. موجودة. طب بس اعطيني شوي عشان بدي اسوي لك عليه سكان وابعث لك اياه. ماشي. فورا. فالكود اكتب لك اياه كتابه ولا على الاي دي بعد؟ بدي تكتبه كتابه، على الاقل بدي اشوف طريقه الحل كيف حليته. بخط ايدك على يعني ورقه، بعت لي على الشات هون او على الريتاج زي ما بدك. بس اسوي ايه واطلق اياه. اوكي، يعني بعت لي قبل الساعه 10 11 و5. ماشي، مش مشكلة لا دقيقة بس أبين بس ما أبيض. طيب ماشي خلاص، خلي معك أنا معناته. Thank you.